قوى الميكانيكية كلية هندسة جامعة المنصورة. إن شاء الله أدرس معاكم مقرر مادة انتقال الحرارة. أنا عارف في الوضع الحالي اللي إحنا فيه ده أنت مش محتاج، وبنسبة كبيرة أصلا ده اللي هيحصل، إن أنت مش مضطر إنك أنت تحضر في الكلية، خصوصا في رمضان هتحضر المحاضرة بتاعت الدكتور علي البوز فيس تو فيس. بس أنا سمعت مؤخرا إن الإدارة قررت إن جاي تعليمات جديدة إن يبقى كل الشغل أونلاين خلال فترة رمضان. بس أيا كان، خلينا على وضعنا الحالي. بالنسبة للمحاضرات بتاعتي أنا هنزل المقرر كاملا فيديوهات وبي دي إف. البي دي إف فايل هرفعه على المنصة في كل أسبوع. الفيديو اللي هو اللي أنا بسجله حالا في الوقت الحالي ده هرفعه أز إتز برضو على المنصة، بحيث إن أنت لو عندك مشكلة في النت ولا حاجة وما قدرتش تحضر المحاضرة ولا حاجة، ساعتها في الحالة دي تقدر إيه تسمع للمحاضرة دي أوفلاين في أي وقت أنت عاوزه، ما فيش منها مشكلة. خلاص، دي بالنسبة للمحاضرات. حد عنده سؤال في الجزئية اللي أنا اتكلمت فيها دي دلوقتي؟ يبقى أنا المحاضرات هتنزل على المنصة إن شاء الله مسجلة بهذه الصورة زي ما أنا شغال حالا دلوقتي كده وهي بتتسجل. يا أنا دكتور عامل بعد إذنك ممكن اتفضل. نخليها الساعة 8 عشان الصلاة؟ يا حبيبي طبعا، ده انا معلش الميعاد ده استثنائي فقط، انا مش هينفع الميعاد خالص. انا هنزل لكم على الجروب الواتس المواعيد الاساسيه، هيبقى ميعاد يوم الثلاث، يوم السبت الساعه 3، يوم السبت الساعه 3 الميعاد الرسمي بتاعه، وهيبقى يوم الخميس محاضره تانية برضو مختلفه لان هتاخد محاضرتين اونلاين في الاسبوع، وهتاخد محاضره تانية يوم الخميس ان شاء الله برضو هتبقى بدري، ممكن نخليها برضو الساعه 3 بحيث ان احنا يبقى كل حاجه قبل الفطار برضو في رمضان والكلام ده كله يعني، او نخليها بدري خالص الصبح الساعه 11 او 12 مفيش مشكله خالص. ماشي، سيب الميعاد ده بعدين، وانا هعمل اخلي زميلكم يعمل فوتنج على الميعاد المناسب ليكم، وهنثبت الميعادين دولت خلال السنه. بس المحاضره بتاعت النهارده دي استثنائيه فقط لهذا اليوم. خلاص، كده كده الامور واضحه. ماشي، تمام يا دكتور. تمام، ماشي يا حبيبي، ماشي خلاص، يلا يلا نسمي الله كده ونتوكل على الله. ان شاء الله زي ما قلت لكم. قول يا حبيبي اتفضل، عندك سؤال ولا ابدا اتوكل على الله واشتغل؟ سؤال بس، يعني هو ينفع نخلي مثلا محاضرة حضرتك تبقى مسجلها بحيث ان ما حدش مثلا يعني يكون عنده سؤال او يقطع حضرتك، يعني عشان لو احنا اتفرجنا عليها بعد كده ما يبقاش في حاجة يعني تفصلنا في النص عن الشرح. طيب انا شايف اصلا ان انا اسجل الانتر اكتف سيشن ده الحل الانسب، علشان الاسئله اللي هتتسال في المحاضره هتكون مفيده لبعض الناس، انما كون ان انا اسجل اوف لاين كده هتلاقيني برص المحاضره بتاعتي في ربع ساعه وهتقعد تلف حوالين نفسك، انما لو انت عندك سؤال هتوقفني في المحاضره في اي وقت وانا هجاوبك، ما عنديش اي مشكله. ان شاء الله المحاضره، انا عارف ان انت تقريبا خايف على السايز بتاع الداونلود، بس معلش. لا قصدي والله بس عشان ما حدش يعني يتفصل مثلا في الشرح بسؤال لا ما حد او حاجة يعني. مش هتتبسط جدا ان شاء الله باذن الله، ويعني ما تقلقش خالص. انا عاوزك يعني برضو شويه نصائح عامه كده، انا عاوزك تستمتع بالكورس وتفهمه لنفسك قبل الدرجات ولا قبل اي حاجه. خلاص، يلا ركز كده معايا ويلا سم الله كده، وزي ما قلت لك في اي وقت اثناء المحاضره عاوز تخرج اخرج، ما عنديش مشكله، المحاضره تكون مسجله. بس اللي انا طالبه منكم لابد ان كل خلال الاسبوع لابد انك انت تتابع المنصه، علشان هينزل تاسكات وينزل كويزات. هذه الكويزز انا هعمل عليها ايفالويشن خلال السنه. الكورس بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله، يا ترى نهايه الكورس ده انت متوقع مني تاخد تتعلم ايه؟ هتتعلم شويه بوينت، منها المودز اوف هيت ترانسفير، طرق انتقال الحراره هتتم ازاي؟ هندرس يعني ايه انتقال الحراره في وان دايمنشن، في احد الابعاد يعني في اتجاه واحد بس، او في اتجاه ثنائي، او حاجه اسمها ترانزيانت هيت ترانسفير، ان الحاجه دي بتتغير مع درجه مع الوقت عامله ازاي. يعني مثلا جبت كوبايه شاي وحطيتها جنب منك كده وسبتها تبرد، تتوقع درجه حراره الميه بتاع اللي موجوده اللي في الشاي ده هتقل ازاي مع الوقت؟ ده اسمه الترانزيانت. خلاص كده، هندرس انتقال الحراره في حاجه مهمه جدا اسمها الفينز، ودي حاجه مهمه خالص، وهنشوف الابلكيشن بتاعتها في الالكترونكس وفي ابلكيشن كتيره خالص. هندرس حاجه اسمها كونفكشن هيت ترانسفير، هندرس فيه اربع محاضرات، اكسترنال وانترنال وناتشرال كونفكشن. احتمال ندرس الهيت اكسشينجر، بس اتوقع ان احنا ما هيبقاش في وقت ليها،
لان دي هتدرس في سنه ثالثه ان شاء الله باذن الله، وبالتالي احتمال كبير ما ندرسهاش. بس بعد ما تاخد الكورس ده هتبقى فاهم ازاي الهيت اكسشينجر بتشتغل، ولما تدخل السنه الجايه ان شاء الله هتبقى فاهم الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. خلاص، دي اللي انا متوقع ان انت بعد ما نخلص الكورس ده ان شاء الله باذن الله تقدر تحاسبني وتقول لي ان هو ده احنا يعني اتعلمناه خلال الكورس. الكورس بتاعنا بيتكون من مجموعه من الشباتر، هذه الشباتر كالاتي: اول حاجه انترودكشن اللي انا هشرحها النهارده، دي هي عباره عن محاضره واحده. بعد كده هنتكلم على المودز اوف هيت ترانسفير، عباره عن محاضرتين. المحاضرات هيبقى فيها كميه كبيره من السولفد اكزامبلز. سولفد اكزامبلز دي محتاج حضرتك تحلها تاني وتتاكد منها وتراجعها. هندرس حاجه اسمها الايكويشن اوف هيت كوندكشن، دي هناخد فيها برضو محاضرتين. الوان دايمنشنال هيت كوندكشن هيبقى فيها فينز وهيبقى فيها ابلكيشنز كتيره، وبالتالي هناخد فيها اربع محاضرات او خمس محاضرات. هندرس التو دايمنشنال هيت ترانسفير وهو عباره عن محاضرتين. بالنسبه للترانزيانت هيت ترانسفير، الترانزيانت ده ممكن ناخده محاضره واحده، ولو الوقت ما فيش وقت خلال الترم او حصل اي دروب نتيجه الحاله اللي احنا بنمر بيها في الوقت الحالي ممكن نلغي هذا الجزء، بس ما اعتقدش يعني. خلينا نقول ان هو محاضره واحده على الاقل. ايه في الكونفكشن هيت ترانسفير ده حاجه هندرسها ومهمه جدا، هيبقى فيها اربع محاضرات ان شاء الله باذن الله. يبقى مجموع المحاضرات الكلي هو 17 محاضره. خلاص، المحاضره المفروض عندنا محاضرتين في الاسبوع. خلاص، محاضرتين في الاسبوع، كل محاضره ساعتين، وعندنا سيكشن واحد بس في الاسبوع، يعني عندنا 6 ساعات المقرر ده. اعمال السنه بتاعت الماده دي عباره عن 40، عباره عن تيرم ووركس، اعمال سنه، وبعد كده عندنا 10 شفوي و100 في الورقه. التوتال مارك بتاع الماده 150 درجه. خلاص كده. طب التيرم ورك دي انا هحط لك ال 40 درجه دول على اي اساس؟ هنعمل لك ميد تيرم اكزام، ده رقم واحد. الانتر اكشن خلال السيشن والاتندنس بتاع الاونلاين سيشن ده برضو حاجه مهمه. انا عارف ان الاتندنس ده ممكن ما احطش عليه درجات كتير، بس هحطه بونص للناس اللي بتحضر واللي بتتفاعل معايا خلال المحاضره. يعني ده انا ممكن احطه بونص، انما ما احطوش لان انا عارف ان في ظروف ممكن واحد مش قادر يحضر محاضره، مش ما عندوش نت، ما بياخد المحاضره من عند زميله وزميله بينزلها له، يعني الامور دي علشان نبقى فير فيها مش هحاسبك على الاتندنس فيها غير بونص، يعني اللي هيحضر وهساله سؤال وهيجاوبني هاخد اسمه وهديله درجه عليها وهكذا. السكشن ووركس برضو بالنسبه للمعيدين ان شاء الله هيطلبوا منكم بعض التقارير هتقدموها والريبورتات والكويزات اللي انا هعملها على المنصه. عشان كده بقول لك ارجوك تابع المنصه اول باول كل اسبوع، لان احتمال ينزل في كل اسبوع كويز لازم تحله خلال الديدلاين اللي متحدد. انا برضو هنزل لك الانونسمنت عن الكويز ده على الواتساب ان شاء الله، الجروب اللي احنا عملناه واللي احنا ضفنا عليه المجموعه كلها. خلاص، يبقى اي نوتيفيكيشن هنزلها لكم على الواتساب. في الاورال ان شاء الله في نهايه السنه لو الكورونا فيروس ما بقتش موجوده هنعمل فيس تو فيس انترفيو، هنقابلك وهنسالك وهنطلب منك شويه حاجات. لو ما فيش بقى خلاص ولسه الكورونا موجوده وكده، ربنا يعني يزيل هذه الغمه، في الحاله دي هنعمل لك شويه ريبورتات ممكن تقدمها اونلاين، او نعمل من بروجكت لو فيه وقت. خلاص كده، يعني على حسب الظروف. المهم اعمال السنه هتيجي تبص تلاقيك انت بتعمل حاجات كتير جدا عشان تاخد ال 50 درجه دول، بس انت لو عملتهم وسمعت الكلام فيهم هتاخد ال 50، وما عندناش نديك ما عندناش مشكله خالص انك انت تاخد 150 من 150 في الماده، يعني دي لن تضرنا شيء اصلا انك انت تبقى واخد 150 خالص، وسهله بالنسبه لي ان احنا نديها لك، ومش نديها لك انت لوحدك، نديها للدفعه كلها ما دام انتوا كلكم هتقوموا بالتاسكات المطلوبه وهتتعلموا الايه الاوت كمز اللي احنا بنتطلع ليه. الامتحان ان شاء الله الفاينل اكزام هيكون عباره عن ساعتين. الامتحان في الفاينل اكزام بيكون عباره عن انجليش، ما بيبقاش عربي. خلاص كده، برضو بالنسبه للامتحان هيكون اسئله، فيه اسئله اختياريه، اختيار مالتي تشويز، واسئله مقاليه. احتمال كبير بنسبه كبيره جدا يكون الامتحان، شوف احنا من اول السنه بنقول اهو، عبارة عن بابل شيت، يعني معناها انك انت تختار الاجابة وتروح تعلم في البتاع ده. بس ده مش معناها ان انا مش هجيب لك مسائل، لا، ده انا هجيب لك مسائل تحل المسائل وتعوض، والستيبس بتاعتها تطلع ارقام تروح تعوض في البابل شيت، يعني تقدر تجاوبها عليها ما فيش فيها مشكلة، يعني ما تقولش ما ان ما مش مفيش مسائل، لا هيبقى في مسائل برضو.
المراجع المهمة جدا اللي انت لو حابب تبص عليها، اولا الكتاب بتاعنا بتاع المقرر بيحتوي على جزء كويس جدا، وهو يعني يحتوي على الحاجات المهمة اللي في الثلاث كتب دولت. من الكتب الجميلة خالص واللي انا دايما بحب اي طالب يكون معاه الكتاب ده، هو الكتاب ده مش كده، الكتاب ده اسمه كتاب هيت اند ماس ترانسفير فاندامنتالز اند ابلكيشن لواحد اسمه يونس سنجل. يونس سنجل ده راجل هندي، الكتاب بتاعه سيمبل جدا وبسيط وكل حاجه فيه كويسه، ده ريفرنس ليك تتعلم منه فيما بعد. بس الكتاب بتاعنا بتاع المقرر سفشنت خالص وكويس ومفيش فيه مشكله. في برضه كتاب تاني اسمه هيت ترانسفير لجي بوهلمان وانكروبيرا، دولت اشهر ثلاث كتب في الهيت ترانسفير سواء بتاع تانية ميكانيكا او ثالثه ميكانيكا. خلاص، فانت بص عليهم هتلاقيهم مهمين جدا وكويسين، واللغه بتاعتهم سيمبل خالص. لو انت يعني في فور اندرجرادويت ستودنت دايما اي ريكومند ذيس بوك، يعني الكتاب ده كويس جدا بالنسبه لنا للاندرجرادويت ستودنت. خلاص كده. طيب هنقول بقى السؤال المهم جدا، انا بدرس ليه اصلا مقرر الهيت ترانسفير؟ ليه يعني ايه اهميه هذا المقرر؟ مبدئيا المقرر ده مهم جدا في حاجات كتير خالص، منها مثلا الالكترونكس. انا السلايد دي سبتها زي ما هي كده لان كنا بندرس المقرر ده في قسم الميكاترونكس، وكان لازم نوضح لهم ان المقرر ده مهم، مش هو مقرر كده وخلاص. انت لو انت عندك البروسيسور بتاع الكمبيوتر، ادي البروسيسور اهو، البروسيسور ده بيعمل هيت ديسيبيشن عالي جدا، لو انت ما بردتوش هيحصل حاجتين. الحاجه الاولانيه لو هو اصلا ممكن يشتغل عند درجات حراره عاليه مش كده، هتلاقي البرفورمانس بتاع الكمبيوتر يبقى بطيء جدا. لو هو ما بيستحملش اصلا هيحصل له الفيلير ويحصل الصوره اللي سيادتك شايفها دي. علشان كده بيحصل ايه دي، او لو سمحت ثانيه واحده كده، ماشي يا شباب؟ معلش لا مؤاخذه. بالنسبه للابلكيشن زي ما قلت لكم كده، الالكترونيك كولينج، ان انا لما بردتش الاشكال دي بيحصل فيها فيلير. احنا بندرس ايه؟ بندرس مثلا الفينز، ده الجزء ده بنسميه فينز، وهي عباره عن مجموعه من الزعانف وظيفتها ان هي تعمل هيت ديسيبيشن من البروسيسور ده. الديزاين بتاع الزعانف دي وشكل الهيت ترانسفير ريت والتمبريشر ديستريبيوشن داخل الزعانف والديزاين بتاعها هندرسه بالتفصيل في الوان دايمنشنال هيت ترانسفير. خلاص كده. النوع الثاني من انواع التبريد اللي انت شايفه ده بنسميه نوع من انواع التبريد بنسميه هيت بايب. هيت بايب ده بيعتمد منلي على الايفابوريشن والكوندنسيشن، والقصه بتاعت الايفابوريشن والكوندنسيشن دي مهمه جدا واحنا هندرسها برضو بالتفصيل. يا شاشه سمراء عند حد يا شباب ولا عندنا بس؟ لا عندك بس يا هندسه. لو عاوز تسأل السؤال ده يا باشمهندس، يعني لو سمحت ابعت على الشات، ما تتكلمش، ما تقطعش المحاضرة بالشكل ده. ماشي، ابعت على الشات وأكيد زمايلك هيردوا يعني. تمام يا دكتور، أنا بعتذر من حضرتك. لا يا حاجة، مفيش حاجة. دي اللي هي ايه، الهيت بايب. خلاص، في ده ديفرنت ديزاين للهيت سينك، برضو ممكن نعمل الفينز بالشكل ده. خلاص كده، ده شكل آخر ممكن ندرس نشوف البرفورمانس بتاع هذه الفينز وهذه الفينز في عملية تبريد البروسيسور ده، هل هيخليها فعلا تشتغل عند درجة حرارة وزين الاوبريتنج تمبريتشر الريكومندد اللي هم مصنعين الكمبيوتر ده بيريكومند ان البروسيسور ده يشتغل عندها، ولا هيحصل فيلير للبروسيسور ده؟ دي كلها حاجات نقدر نجاوب عليها. من بعض أنظمة التبريد برضو المعروفة حاجة اسمها جيت كول. ده جيت كول دي شركة مشهورة جدا في عمل تبريد للبروسيسور، وظيفتها ان هي دي بتجيب هنا عندنا ميه بتبقى ماشيه من هنا كده وبتطلع، وظيفتها ان هي تعمل هيت ديسيبيشن، تطرد الحراره من البروسيسور ده، وبالتالي بتخلي الشبايه دي شغاله عند افيشنت اوبريشن. خلاص كده، افيشنت وسيف اوبريشن. كميه الحراره اللي هتاخدها وازاي ودرجه حرارتها تبقى قد ايه بعد ما انا عملت لها تبريد، كل ده احنا هنقدر نعمله لو فهمت الكورس ده كويس، تقدر تعمل ديزاين للهيت سينك بالشكل ده. مش كده بس، طبعا احنا لو بنتكلم على الاير كونديشننج، منظومه التبريد والتكييف، منظومه التبريد والتكييف بتحتوي على مجموعه كبيره جدا من الكومبوننت، منها مثلا على سبيل المثال الجزء ده وهو الكمبريسور. الكمبريسور ده بيضغط الفريون يدخل داخل شبكه بالشكل ده، دي اسمها سربنتينا.
هذه السربنتينا يمكن اعتبارها هيت اكسشنجر لان هي بتبقى سخنه وفي هواء بارد بيمشي عليها. يا ترى كم ماسوره هنعملهم كده وكميه الهواء اللي ماشيه قد ايه والبلاور ده حجمه قد ايه ودرجه حراره الهواء اللي داخل ده لو عاليه هتاثر ازاي. كل ده كله ممكن تقدر تحسبه بدراستك المتفحصه في مجال ايه انتقال الحراره. يعني لو انت اخذت انتقال الحراره المكرر ده كويس وفهمته كويس تقدر ببساطه خالص تقدر تحسب كميات الحراره اللي هتتنقل خلال السربنتينا دي. تقدر تعمل سايزنج للبلاور ده يجيب لك كميه هواء قد ايه. والحته دي برضو ده اسمه ايفابوريتور برضو هو بيدخل فيه فريون ما حاجه ساقعه الفريون ده وبيمشي عليها الهواء من بره كده بياخد الايه السقوعه او البروده دي ويرجع يرميها على البني ادمين اللي موجودين قاعدين هنا دولت علشان يعملوا ايه عشان يتكيفوا. خلاص كده يعني موضوع التكييف ده برضو كله هيت ترانسفير كل الكومبوننت بتاعته هيت ترانسفير مش كده بس لا ده وانت برضو زي ما انت شايف كده انتقال حراره اثناء في البان اللي هي الغلايه او انتقال حراره في البيلدينج في الانستراكشر في الكونستراكشن بتاع البيلدينج نفسه الوول بتاعه البيلدينج والشبابيك اللي موجوده هنا دي والسقف اللي جاي منه اشعاع شمسي وانتقال حراره من البادي من جسم الانسان. يعني عمليات التكييف كلها كل ده معتمد اعتماد رئيسي على الهيت ترانسفير. لو انت مش فاهم هيت ترانسفير مش هتفهم اي ميكانيزمات في الحاجات دي كلها خالص. انت وسيادتك قاعد برضو على جسم كده بتلاقي جسمك نفسه عند 37 درجه وبره درجه حراره مش عارف قليله شويه هتلاقي جسمك بيطرد حراره لبره. كل الميكانيزمات دي كل حاجه موجوده حوالينا كلها هيت ترانسفير. برضو الانجن نفسه هو سخن بيجي فيه ميه شويه ميه سخنين ينزلوا في الرادياتير ده. الرادياتير ده موجود هنا مروحه تطرد الهواء على الرادياتير ده عشان تبرده ويرجع ياخد الميه البارده دي يعمل عمليه تبريد للبادي بتاع المحرك ويرجع يرجعها تاني. كل دي ديزاين للهيت اكسشنجر. ده هيت اكسشنجر ده شابتر من الشباتر اللي انا بقول لك هندرسه. مفيش محطه طاقه كهربيه اصلا في الدنيا لا تحتوي على هيت اكسشنجر او كوندنسر بالشكل ده. فالديزاين بتاع الحاجات دي والاشكال بتاعتها والحسابات والقوانين الحاكمه لهذه المنظومات ان شاء الله هتدرسها السنه دي. ما تخافش بقى ان ما تقولش بقى ان كل ده هدرسه السنه دي يعني انا كده المقرر هيبقى صعب ولا حاجه. احنا بناخد بنديك بيزكس بس البيزكس دي كويسه جدا واناف بالنسبه لك ان انت تعمل لها اكستنشن وتقدر تدرس بيها اي حاجه عندك. برضو انتقال الحراره برضو من العربيه سواء نتيجه الفنتيليشن الهواء اللي داخل ده والسولار راديشن اللي جاي وانتقال الحراره من جسم المحرك من جسم المحرك نفسه للناس اللي قاعدين جوه. كل الكلام ده كله بنقدر ندرسه وهنشوف الابلكيشن بتاعته في الهيت ترانسفير. تعال بقى نبدا بقى ندخل في المنهج بقى بما يرضي الله ونبدا نقول دلوقتي احنا هنبدا المقرر مع بعض. المقرر بالنسبه لنا هندرس في الاول شابتر فيه حاجه اسمها المودز اوف هيت ترانسفير. عاوزين نعرف بس هي الحراره هتتنقل من جسم سخن لجسم بارد ازاي. وده سؤال مهم جدا وبيجي دايما في امتحانات وجهنا السنه دي في امتحان وفي بعض الناس تاهت اصلا وما عرفتش تحسبه. حاجه سهله خالص انت لو عندك حاجه برد حاجه انتقال الحرارة لابد أن يحدث انتقال حرارة عندما يكون هناك فرق في درجة الحرارة. إن لم يكن هناك فرق في درجة الحرارة فليس هناك انتقال حرارة. خلاص كده يعني لازم يكون فيه فرق في درجة الحرارة عشان يحصل انتقال حرارة. يبقى الميكانيزمات اللي أنا بحكي عليها دي لابد أن يكون حاجة باردة وحاجة سخنة وهيحدث انتقال حرارة خلال هذا الايه هذا الجسم. أول مود من المودز بتاع الهيت ترانسفير أو طريقة من طرق انتقال الحرارة بنسميها الكوندكشن. ايه هي الكوندكشن هيت ترانسفير ده؟ الكوندكشن ده هو عباره عن انتقال الحراره بالتوصيل. كلمه من اسمها كده لابد ان هي الحراره تتوصل من مولكيولز لمولكيول تاني. يعني ما عندك شكل بالشكل ده حاجه بالشكل ده كده الشمعه دي بتسخن المولكيولز اللي موجوده على الصف ده الجزيئات اللي على الصف ده وبتنقل الطاقه الحراريه للمولكيولز اللي لازقه فيها اللي بالكوندكشن نتيجه اللي هي لازقه فيها اصلا ملامسه ليها مباشره. خلاص كده بدون حركه جزيئات الماده. خلاص كده يعني حركه الجزيئات بتاعه الماده دي ما بتاخدش الحراره وروح توديها حته ثانيه. خلاص ده المود الاولاني اللي هو المود اوف هيت ترانسفير بتاع الكوندكشن. احد الامثله اللي فيها مثلا زي ما انت شايف الطاسه اللي موجوده دي الحراره الشعله دي بتبدا تسخن الجزء ده بتيجي تبص تلاقي الملكيول بتاع الماتيريال اللي عند الحته دي بتنقل الحراره للملكيول اللي جنبها وبتبدا تقعد تنقلها لحد ما تيجي لايه للايد بتاعتك بالشكل ده. يبقى معناها ان الجزيئات بتاعه الماده دي ثابته مكانها ما بتتحركش لان هي في المواد الصلبه بالشكل ده
ثابته لا تتحرك، ولكن بتنقل الحراره من بادي من مولكيول للمولكيول اللي جنب منه. خلاص، خلي بالك برضو من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لنا ان انتقال الحراره ده لابد ان يحدث. عشان يحدث انتقال حراره لابد ان يكون هناك temperature difference. لو ما فيش temperature difference يبقى ما فيش انتقال حراره. اول حاجه من المودز بتاع الهيت ترانسفير ده اللي هو الكوندكشن هيت ترانسفير. تعال نشوف القوانين الحاكمه ليه كده. تخيل معايا كده ان انت عندك وول، ده اسم ده جدار. الجدار ده له سمك ال، ليه سيكنس ال، يعني السيكنس بتاع الجدار ده من اول هنا ده هو درجه حراره على احد الاوجه هنا اسمها تي 1، ودرجه الحراره في الوجه الثاني تي 2 اقل من تي 1. يبقى ما دام تي 1 اكبر من تي 2 يبقى هيحصل انتقال حراره في هذا الاتجاه، يعني الحراره هتلاقيها ماشيه في الشكل ده كده علشان تتنقل من التي العاليه للتي المنخفضه. يا ترى كميه الحراره دي هتتنقل ازاي؟ لو الماده دي ماده صلبه يعني معناها جزيئات الماده لن تتحرك، معناها ان الجزء اللي سخن هنا ده هيدي الحراره للجزء اللي جنب منه ويقعد ينقلها للجزء اللي جنب منه، عشان هكذا. خلاص، القصه دي هو ده ابلكيشن لايه؟ مثلا لبيلدنج، لاوضه. هذه الاوضه درجه الحراره جوه الاوضه مثلا هنا في المكان اللي احنا فيه قاعدين فيه ده، المكان مكيف، فتلاقي درجه الحراره فيه قد ايه؟ 25 درجه مئويه، وبره درجه الحراره عاليه جدا 45 درجه مئويه وليكن، وبالتالي يحدث انتقال حراره. انا عاوز اجيب بقى كميه الحراره اللي هتتنقل خلال الجدار ده قد ايه؟ هو ده السؤال. مثلا اجيبها ازاي؟ تعال نشوف كده اللي قال القانون ده قاله واحد اسمه فورير، بس تعال نستنتج القانون بتاع فورير ده ونشوف هو جه ازاي اصلا. وببساطه خالص تعال نقول لو انا عندي الجدار دهوت بتاعي دهوتي، المساحه السطحيه اللي بتطلع الحراره للاوضه جوه اللي هو مساحه الجدار من الداخل ده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ مش كده؟ او اريا. خلاص كده دي المساحه. يا ترى المساحه دي لو زادت، لو بقت كبيره قوي، كميه الحراره دي هتزيد ولا هتقل؟ العلاقه بينهم بتكون علاقه ايه؟ طرديه يا دكتور. جميل، معناها انك صح، ممتاز. طرديه، يعني كل ما زادت المساحه كل ما زادت كميه الحراره. يبقى ده اول ثابت تناسب بالنسبه لي، ان هو كلما زادت المساحه كلما زادت كميه الحراره. طب تعال نشوف كده لو درجة الحرارة دي عالية قوي ودرجة الحرارة دي منخفضة قوي، يعني الدلتا تي كبيرة، يعني في فرق كبير جدا في كمية في درجة الحرارة، يبقى كمية الحرارة هتبقى نفس القصة بالظبط، كبيرة برضو، يعني كمية الحرارة هتلاقيها بتتناسب تناسب طردي مع فرق درجات الحرارة. الحاجة التانية المهمة بالنسبة لنا لو السيكنس بقى، لو السيكنس ده كبير قوي، لو السيكنس كل ما السيكنس ده كبر كل ما كمية الحرارة هتقل. طب ده ليه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لو انت عندك طاسة كده او عندك كوباية، مش كده، كوباية شاي وسخنة ولا حاجة او مج، وعاوز تمسكه، بتضطر انك انت تعمل ايه؟ بتحط مثلا تلبس جوانتي ولا حاجة عشان تمسك الطاسة دي. الجوانتي ده عمل ايه؟ زود المادة العازلة، زود سمك المادة اللي موجودة ما بين الجدار السخن ده وايدك، وبالتالي زاد السمك، وبالتالي كمية الحرارة اللي بتوصل لك مالها؟ بتقل. خلاص كده، وبالتالي يبقى نقدر نقول دلوقتي كل ما زاد السمك ده، هو كل ما السمك ده كان قليل كل ما كميه الحراره اللي هتنقل الكتير. طب لو كل ما السمك ده زاد كل ما كميه الحراره هتقل، وبالتالي بتلاقي هناك علاقه عكسيه ما بين السمك وما بين مين؟ كميه الحراره. ثوابت التناسب اللي سيادتك شايفها دي كده ممكن اشيلها تاني كلها واحط مكانها مين؟ احط مكانها ثابت تناسب. خلاص، هذا الثابت بيعتمد اعتماد رئيسي على خواص الماده دي. خلاص كده، على حسب الجدار ده. هذا الثابت بنسميه الثيرمال كوندكتيفيتي، الموصليه الحراريه. الموصليه الحراريه دي وحدتها ايه؟ تعال نقول شوف كده وحدتها بالظبط اهو. الكيو دي وحدتها بالوات، والال ده هي وحدتها بالمتر، وده متر مربع، ودي كلفن او سيليزيوس. دلتا تي كلفن او دلتا تي سيليزيوس، ما هما الاثنين زي بعض، صح ولا ايه؟ وبالتالي الموضوع بالنسبه لي مش فارق خالص. وبالتالي اقدر اجيب اليونت بتاع الثيرمال كوندكتيفيتي دي وات على المتر كلفن، او وات على المتر سيليزيوس، لان الكلفن دي او السيليزيوس دي الاساس بتاعها ايه؟ ماله يا شباب؟ هي دلتا. الاساس بتاعها بالنسبه لي هنا اهو هو دلتا. دي اسمها الموصليه الحراريه. هذه الموصليه الحراريه دي لازم نقف عندها شويه، ما ينفعش نتكلم نسيبها كده ونمشي. هي خاصيه من خواص الماده. يعني معناها ايه بالظبط؟ يعني تختلف مع اختلاف الماده.
يعني لو انا بتكلم على الخشب الثيرمال كوندكتيفيتي للخشب تختلف عن الثيرمال كوندكتيفيتي لاي حاجه ثانيه، للحديد، للنحاس، لاي ماتيريال. المواد اللي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها عاليه قوي زي النحاس، تيجي تبص تلاقي دي بنسميها ماده موصله حراريه، يعني بتنقل الحراره بسرعه. لو سيادتك جبت معلقه حديد وجبت معلقه خشب وحطيتهم الاثنين طرفيهم على النار والاثنين لهم نفس الطول، يعني لهم نفس ال ونفس كل حاجه، والنار هي اللي الناحيه الثانيه اللي هي تي 1 وتي 2 هي ايدك، هتيجي تبص تلاقي بكميه حراره كبيره جدا تنتقل خلال مين؟ خلال الحديد. ده سببه ايه؟ سببه الماده دي، سببه الخاصيه دي، للخاصيه اسمها الثيرمال كوندكتيفيتي. ولما اقول معلومه اسمها خاصيه من خواص الماده، ده معناها ان هي تختلف مع اختلاف الماده، وهي خاصيه لاي ماده. يعني ما تروحش تقول مثلا ايه الخاصيه دي خواص من المواد الصلبه، لا، هي خاصيه من خواص الماده، يعني اي ماده. يعني الميه لها ثيرمال كوندكتيفيتي، الهواء زي ما بقولك دينستي كده، هي خاصيه من خواص الماده، يعني لها دينستي. الدينستي ليها، الميه لها دينستي، والحديد ليه دينستي، كل المواد لها دينستي، خلاص كده. وبالتالي الثيرمال كوندكتيفيتي دي خاصيه من خواص الماده، يعني تختلف مع اختلاف الماده. خلي بالك من اليونت دي ارجوك، لان في ناس كتير جدا لما بتغلط فيها، واحنا لازم نكون احنا فاهمينها ومتاكدين منها يعني. خلاص، القانون ده يا شباب اهو تاني انا بلخصه لك، هو اسمه قانون فورير. خلاص، يبقى لما اقول لك قانون فورير اوف هيت كوندكشن، بيبقى هذا القانون ده الشكل اللي هو الماثيماتيكال اكسبريشن، لان احنا لسه هناخد ليه بعد كده الديفرنشال فورم، او الفورم اللي هو في شكل دي تي باي دي اكس وحاجات زي كده، هنشوفها بعدين يعني، ما فيش منها مشكله. بس خلينا في الاساسيات، لان انا مش عاوز اقفل لك المقرر من البدايه كده يعني، عاوزك تبقى انت ايه فاهم القصه، وبعد كده هنرجع ايه نتقل الموضوع سنه بسنه يعني. خلاص، احنا قلنا الشكل ده. في حاجه فاكتور مهم جدا بالنسبه لنا اسمه هيت فلكس. خلي بالك الكيو دي اسمها ايه يا باشمهندس الاول تاني قبل ما امشي واسيبها كده؟ اسمها الريت اوف هيت ترانسفير، وحدتها ايه دي؟ وحدتها وات. خلي بالك الوات ده هي عباره عن جول. جول على مين؟ على سكند، يعني معدل انتقال الحراره في الزمن. خلاص كده، معدل انتقال الحراره، كلمه معدل دي يعني ريت، ده يعني ريت دي دايما يعني حاجه في الزمن. خلاص كده، والهيت ترانسفير ده اللي هو الجول، يبقى هي جول على سكند، هي الوات. لان في بعض الاوقات بنجيب الكيو ده اهي واقول لك احسب لي كميه الحراره اللي اتنقلت في 6 ساعات، يبقى انت عندك الزمن اهو موجود اهو. خلاص، تحط الزمن هنا وتجيب معدل كميه، تجيب كميه الحراره مش معدل انتقال الحراره. خلاص، يبقى في فرق بين معدل انتقال الحراره وكميه الحراره. ال دي اللي هي الثيكنس بتاع الجدار بتاعنا. وفي حاجه عندنا مهمه جدا اسمها الهيت فلكس. الهيت فلكس ده اللي هو معدل انتقال الحراره لكل واحد متر مربع من الجدار، يعني كانك اعتبرت ان الاريا دي واحد متر مربع. يا ترى الكيو بتساوي قد ايه بقى؟ هتساوي هذا القانون. يبقى لما نقول دايما الهيت فلكس، يبقى احنا عارفين ان هو وحدته وات على المتر مربع. خلي بالك دايما الرمز بتاع الوات هو دبليو فقط، مش دبليو مش وات، بس انا كاتبها لك وات هنا بس عشان يبقى انت عارف ان هي وات. خلاص، يعني ان احنا دايما لما نيجي نقول الوحده ايه تقول دبليو اللي هي وات، بس دبليو كابيتال. ليه كابيتال برضو؟ لان احنا دايما لما نيجي نتكلم على انسان، على وحده من وحدات الوحده دي متسميه باسم بني ادم، لابد ان هي الرمز بتاعها يكون كابيتال. يعني مثلا كيلفن ده، عمك كيلفن ده بني ادم، فكيلفن فلازم احطها كيلفن كابيتال، ما احطهاش سمول خالص. برضو وات ده، وات ده بني ادم، فيبقى لازم احطها كابيتال. خلاص كده، ركز قوي في الحاجات الصغيره دي، مش ليا، ليك فيما بعد، لان دي هتوضح ان انت يعني انسان مهتم بالتفاصيل ولا مش مهتم بالتفاصيل، وبتحط اي حاجه وخلاص. يبقى احنا حتى الان احنا عرفنا فورير لو، وعرفنا ان الهيت فلكس، كلمه هيت فلكس معناها ايه. طب انا عندي سؤال حلو خالص ومهم جدا، وات ثيرمال كوندكتيفيتي يو نيد؟ انت عاوز ثيرمال كوندكتيفيتي عاليه ولا واطيه؟ على حسب العالي يا دكتور، على حسب الابلكيشن. ايوه، مين اللي مين اللي قال على حسب الابلكيشن؟ انا خلاص، ما فيش مشكله، انتوا الاثنين قلت الثيرمال كوندكتيفيتي كلمه فعلا زي ما انت بتقول، على حسب. هو انا عاوز اعزل، يعني مثلا عندك طاسه بالشكل ده، طاسه بالشكل ده، وهي بتسخن وبيبقى فيها موجود فيها ميه بتغلي في الحته دي كده، خلاص عاوز انقل الحراره لايدك وايدك توجعك كده، ولا عاوز تعزلها؟ لا، انا عاوز اعزلها. يبقى بالتالي لابد انك انت تستخدم بلاستيك هاندل.
البلاستيك هاندل دي بتعمل ايه يا باشمهندس؟ بتعمل ماده، الماده ده دي الموصليه الحراريه بتاعتها عاليه قوي. طب ليه عاليه؟ علشان تنقل الحراره من النار او من اللهب اللي موجود ده للمأكولات. يبقى ده انا يهمني ان هي موصليه حراريه عاليه هنا. طب وفي الحته دي؟ لا انا عاوزها تكون موصليه حراريه بتاعتها قليله. علشان ايه؟ علشان برضو ما يحصلش الموقف اللي بيحصل ده. خلاص؟ وبالتالي احنا عندنا الموصليه الحراريه بالنسبه لنا مهم جدا بالنسبه لي ان انا اكون عارف ان في بعض المواد الكومن كوندكتور، المواد الموصليه الحراريه بتاعتها عاليه قوي. في مواد كوندكتور، بص احنا بنتكلم كوندكتور اللي هو ايه؟ ثيرمالي كوندكتور، مالناش دعوه بالالكتريكال. انا بتكلم ثيرمال كوندكتور يعني بتوصل الحراره مش بتوصل الكهرباء، مالناش دعوه بدي. خلاص؟ السيلفر والكبر، الكبر ده النحاس مش كده؟ الماده دي ماده موصليه حراريه عاليه جدا. والايرون الحديد، المواد المعدنيه اللي اهو لو انت ركزت قوي كده هتلاقوا مواد معدنيه اللي هي جزيئات الماده متراصه جنب بعضها بالظبط، تحس ان هي لازقه في بعضها كده. خلاص؟ وبالتالي بيحصل انتقال الحراره فيها بيكون ماله عالي شويه بالكوندكشن. خلاص؟ لو جيت تبص في مواد انسيوليتور زي الوول، الوول اللي هو الصوف الزجاجي، والربر، الربر اللي هو زي الموجود هنا ده كده مش كده، والوول اللي هو الصوف الزجاجي اللي هو بيبقى عباره عن ماده وظيفتها ان هي تعزل الاجسام السخنه. خلاص كده؟ معلش انا استاذنكم استنى بس ما الاذان يخلص. هو مفيش صوت شغال يا رجالة؟ دقيقة واحدة بس لما الأذان يخلص وأنا هبدأ. ماشي يا شباب، يبقى ده خلاص احنا عرفنا فيه الثيرمال كوندكتيفيتي بتاع المواد الايه الموصله والمواد العزل. خلاص المود الثاني للهيت ترانسفير بنسميه الكونفكشن هيت ترانسفير. من الاسم كده اسمه ايه؟ كونفكشن يعني كلمه حمل. خلاص كده كلمة حمل يعني معناها ان فيه حاجة حملت الحرارة وخدتها ومشت. خلاص كده من الاسم كده. وبالتالي عندنا الكونفكشن هيت ترانسفير بيحصل نتيجة ايه؟ ان انت عندك مثلا جسم بالشكل ده، هذا الجسم هوت سيرفيس يعني جسم سخن. الجسم السخن ده هيمشي عليه هواء. خلاص؟ فيه هواء ماشي اهو. الهواء ده بارد، وبالتالي ما دام وجود فرق في درجة الحرارة ما بين الجسم السخن والهواء اللي موجود ده، هيحدث هناك انتقال حراره ما بين الجسم السخن والهواء البارد ده. وبالتالي انا عاوز اقول كميه الحراره اللي هتحصل دي قد ايه؟ هو قانونها ايه؟ هو ده اللي احنا عاوزين نحسبه. القانون ده بيتحسب بشويه بارامترز كده هندرسها بالتفصيل، بس خلينا نقول جنرالي كده السمبل فورمولا بتاع الهيت ترانسفير في الحاله دي عامل ازاي. ومن الاسم كده هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان بيحصل ان الفلويد بيحمل الحراره من الجسم السخن ده وياخدها ويمشي. خلاص؟
يعني معناها جزيء الماده اللي موجود هنا ده بيعمل ايه؟ بياخد الحراره من الجسم ده وبعدين ياخدها ويقعد يتحرك تاني عشان يروح ينقلها للمكان البارد. يعني الحراره بتبدا تتقل من الجسم ده للهواء اللي موجود ده نتيجه حركه الفلويد اللي موجود هنا. ده بيحصل في ابلكيشن كتيره جدا، بيحصل في الابلكيشن اللي دايما فيها فلويد وبيتحرك. خلاص كده؟ يبقى دايما موست كومن يعني المشهور خلاص كده، ان بيحصل دايما الكونفكشن نتيجه حركه حاجه. وايه الحاجه اللي هتتحرك؟ اللي هو الفلويد بيتحرك، يبقى لازم يكون هناك فلويد. خلاص كده؟ بس ده ليس معناه ان في انتقال الحراره بالفلويد مفيش هناك كوندكشن. خلاص كده؟ ركز كده معايا عشان ايه نفهم الحته دي. انتقال الحراره في الفلويد اللي بيتحرك على البليد ده اهو بيحصل في الاول خالص بالكوندكشن. ازاي يا دكتور بيحصل بالكوندكشن؟ اول لاير جنب الجدار هنا اهوت كده، اول لاير جنب الجدار هنا اهو هتدرسوها في الفلويد ميكانكس اسمها باوندري لاير، الطبقه الحديه. هذه الطبقه الحديه بيبقى الجريدينت بتاع الفلوسيتي بيكون فيها قليل خالص، طبقه صغيره جدا نص ملي اللي هي اللي مرسومه دي اهو. بتلاقي السرعه هنا سرعه زيرو، سرعه الفلويد اما يبعد عن الوول تبقى اقل اكتر شويه وتبدا تزيد لحد ما توصل لسرعه الفلويد بعيد خالص. المنطقه دي يا باشمهندس بنسميها الباوندري لاير، بيحصل فيها جريدينت للفلوسيتي. والطبقه اللي جنب الجدار ده بتحس ان هي طبقه ساكنه لان لازقه في الجدار، وما دام ساكنه يعني معناها ان انتقال الحراره الجزيئات ما بتتحركش، يبقى بانتقال الحراره بيكون فيها بالكوندكشن. خلاص كده؟ يبقى بالتالي بيحصل هنا كوندكشن ويرجع يحصل نو كونفكشن. بس احنا دايما بنحكي وبنقول دايما ان انتقال الحراره في المنطقه دي كلها على بعضها في الفلويد دايما موستلي بالايه؟ بالكونفكشن. خلاص؟ يبقى لازم يكون هناك حركه لجزيئات الماده. هذه الحركه مش لازم تكون فورسد، يعني مش لازم ان انا اللي بحرك الهواء على الجسم، ممكن تكون هي ناتشرال سيركيوليت. يعني ايه؟ يعني شايف اللهب اللي موجود ده كده ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لما بتسخن الميه دي والميه بتغلي، درجه حراره شويه الميه اللي لازقين في الوول من تحت ده بتبقى سخنه جدا، تبدا كثافتهم تقل تطلع لفوق، تلاقي السطح بيدي حراره للجو، درجه حراره ترجع تقل تنزل لتحت تسخن، وقاعده تروح وتيجي وتروح وتيجي وهكذا كده. خلاص؟ دي بنسميها ناتشرال كونفكشن. دي حركه جزيئات الماده حصلت نتيجه اختلاف الكثافات. بس الجزيئات الماده بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ بتتحرك، يبقى نتيجه ان هي بتتحرك دي يبقى ده كونفكشن. بس الفرق ما بين اللي بيتحرك بالسرعه ده اهو معينه وانا اللي عاملها، او سبته يبرد يسخن لوحده، ده بنسميه فورسد كونفكشن وده بنسميه ناتشرال كونفكشن. زي ايه بالظبط؟ زي انت جبت كوبايتين شاي جنب منك، وخليت واحده تنفخ فيها عشان تبردها وسبت واحده تانية من غير ما تنفخ فيها. اللي بيحصل ايه بالظبط؟ اللي بتنفخ فيها بتبرد اسرع. طب ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت عملت حاجه اسمها فورسد كونفكشن، هنشوفها دلوقتي ونفهمها بالتفصيل. فورسد كونفكشن يعني اجبرت الهواء ان هو يعمل هيت ديسيبيشن عالي جدا من الفلويد، من الجسم السخن ده للفلويد اللي انت بتنفخه من بقك ده. والتاني لا، سبته زي ما هو كده يبرد لوحده. يبرد لوحده ازاي؟ ان الهواء اللي ملاصق للكوبايه ده سخن، فكثافته قلت، فقام طالع لفين؟ طالع فوق وحل محله هواء مين؟ بارد، وقاعد يبرد لوحده كده. خلاص؟ يبقى احنا باللوجيك كده نقدر نقول ان ناتشرال كونفكشن بيكون انتقال الحراره فيه بيكون قليل شويه بالمقارنه بالفورسد كونفكشن. خلاص؟ القانون الحاكم للموضوع ده لانتقال الحراره بالكونفكشن نتيجه حركه الموائع على الاجسام او داخل الاجسام، يعني مش لازم ان الجسم ده يتحرك على الفلويد ده يتحرك على الجسم من بره، ممكن يكون الفلويد ده بيتحرك داخل الجسم زي انبوبه وماشي فيها ميه سخنه او ميه بارده، يبقى ده انترنال فلو. او لو الجسم ده بيتحرك على الجسم من بره بنسميه اكسترنال فلو، ده لسه هندرسه بالتفصيل وهنشوف حوارات كتيره فيه قوي. تعال نشوف القانون بقى الحاكم لانتقال الحراره بالكونفكشن ده هو ايه. القانون ده بنسميه قانون عمك نيوتن، هو قانون عادي خالص زي قانون فورير بالظبط، بس تعال نستنتجه كده باللوجيك ونقول نفس الحكايه بالظبط كده. عندك بليد سخن له درجه حراره تي سيرفيس ودرجه حراره الفلويد اللي ماشي بعيد ده هو تي انفينيتي. كلمه انفينيتي ليه سميته يا انفينيتي؟ عشان بس انا عارف ان في ناس لسه ايه مش واخدين بالهم ليه بنسمي كلمه انفينيتي. كلمه انفينيتي يعني درجه الحراره الفلويد اللي في المالا نهايه، اللي في المالا نهايه يعني معناها اللي بعيد قوي عن الجدار.
فاهم قصدي كده؟ يعني الفلويد هنا هو لسه داخل اهو ما سخنش ولا حصل له اي حاجه، دي بنسميها درجه حراره الفلويد في الانفينيتي اللي هو لسه ما سخنش. خلاص كده كلمه انفينيتي يعني ما حدش يقول لي يعني ما لا نهايه يعني كبيره جدا، لا مش مقصودش كده خالص، ولا كلمه يعني هي خلاص المعنى الاساسي بتاعها ان هو درجه حراره الفلويد البعيد عن الجدار. خلاص الفلويد ده ماشي، ده نتيجه فرق في درجه الحراره ان دي اكبر من دي اللي هو نتيجه الوجود ده، نتيجه الشرط ده فان هناك كميه حراره هتطلع من هذا الجدار للفلويد اللي بيتحرك ده، وهذا الفلويد هيحملها وبالتالي سميناه كونفكشن. خلاص كميه الحراره اللي هتتحمل دي كيو دي قد ايه قانونها؟ تعال نقول كده لو البليد ده هو كبير جدا مساحته ايه، يبقى نقدر نقول برضو ان كميه الحراره هتزيد كل ما زادت المساحه، كل ما الجسم ده كان كبير قوي كل ما هيطلع كميه حراره اكتر، كل ما كان حته صغيره كده كل ما هتطلع يعني كميه حراره قليله، وبالتالي هذا هو الحاجه الاولانيه. لو برضو فرق في درجات الحراره ما بين الجسم ده والفلويد اللي في اللانهايه ده كبير، كميه الفرق بينهم كبير، معناها ان دلتا تي كبيره، معناها ان كميه الحراره برضو كبيره. يعني نقدر برضو نشيل علامات تناسب هنا، ما فيش هنا بقى ايه، ما فيش هنا بقى سيكنس ولا اي حاجه لان هو فلويد وماشي اصلا. هو على فكره السيكنس ده داخل بس داخل بطريقه اعتباريه قوي، يعني طريقه يعني مجازيه هنشوفها دلوقتي. ذن وبالتالي نقدر نشيل علامه التناسب دي ونحط مكانها مين؟ ثابت. هذا الثابت هو خاصيه برضو من خواص، بس من خواص مين بقى؟ الفلويد اللي ماشي هنا ده، هذا الثابت بنرمز له بالرمز H اهو، هذا الثابت بنرمز له بالرمز H وبنسميه convection عشان هو حمل، heat transfer coefficient. وحدته ايه؟ ده وحدتها وات، ودي وحدتها ايه؟ اريا تربيع، ودي وحدتها دلتا تي كلفن او سيليزيوس، وبالتالي هي وات على المتر مربع كلفن، وات على المتر مربع كلفن. خلاص وبالتالي انا كده جبت قيمه مين؟ اليونت بتاع الاتش. خلي بالك الاتش وحدتها وات على المتر مربع كلفن، والثيرمال كوندكتيفيتي وحدتها وات على المتر كلفن بس من غير التربيع دي، فانت خليك مركز قوي في الحته دي. طب السؤال بقى المهم قوي، هي الاتش دي بتعتمد على ايه؟ احنا زمان كنا قلنا الثيرمال كوندكتيفيتي بتعتمد على خواص الماده اللي بيحدث خلالها انتقال الحراره. طيب الاتش دي بتعتمد على ايه ببساطه كده؟ حد يقدر يجاوبني كده يرد عليا؟ على المائع اللي بيبرد، اللي هو نوع المائع تقصد كده صح؟ اه. طيب anything else، حاجه تانيه؟ وسرعه المائع. ممتاز، سرعه المائع هو من اكبر الفاكتورز اللي انت قلتهم فعلا، الاثنين دولت على خواص المائع وسرعه المائع. سرعه المائع ده مؤثر كبير جدا، لان انت لو سبتها تبرد لوحدها كده هتاخد وقت طويل. خلاص كده وبالتالي دي بنسميها ايه؟ لو سرعه المائع يعني المائع بيمشي بسرعه وانت اللي جابره بسرعه، وبالتالي ده بنسميه فرصه كونفكشن. لو انت سبته ناتشرالي يبرد لوحده كده هنسميه ناتشرال كونفكشن، وبالتالي الكونديشن هتبقى مختلفه شويه. خلاص وبالتالي احنا محتاجين نعرفها ايه الاتش دي بتعتمد على ايه. شوف معايا الاتش كده، الاتش اهو، لو انت عندك الجسم السخن اهو، ده الجسم السخن اللي احنا بندرسه. خلاص وعندك ده هواء ماشي، وسيادتك دي الفان اللي بترمي الهواء على الجسم السخن ده، ده بنسميه فرصه ايه؟ فرصه فلو او فرصه كونفكشن. يبقى ده هواء ناتج نتيجه سرعه، دي الحاله الاولانيه. ده لو فرصه كونفكشن بيبقى كميه الانتقال معدل انتقال الحراره بيكون عالي قوي. لو انت سبتها كده بالشكل ده، سبتها كده اهو تبرد في الهواء، فاهمني؟ سبتها تبرد في الهواء كده نتيجه الايه؟ عندك الجسم ده سخن، فالهواء اللي جنب منه لازق فيه سخن، فكثافته قلت فبدا يطلع لفوق تحت تاثير الباونسي دريفن فلو. كلمه باونسي دريفن فلو يعني معناها نتيجه اختلاف الكثافات. خلاص كده ده بنسميه ناتشرال كونفكشن. انت قلت لي بنسبه كبيره جدا انتقال الحراره هنا اهو اعلى من هنا اهو، صح ولا لا؟ انت قلت لي كده، جميل، نتيجه ان انت فيه فلويد بيتحرك. تعال نشوفه كده بالظبط اهو، دي احد الابلكيشن، دي قيم الاتش فاليو، قيم الهيت ترانسفير كوفيشنت. لو فري كونفكشن، لو فري كونفكشن زي الحاله دي كده، يعني فري كونفكشن دي اللي هي الحاله الاولانيه دي اهو اهو، خلاص بتلاقي واحنا شغالين هنا هو جازز، يعني هنا في الفلويد اللي بيتحرك ان هو جاز يعني هواء ولا حاجه، بتلاقي الهيت ترانسفير كوفيشنت قيمه الاتش دي 2 ل 25 واط على المتر مربع كلفن. انما لو هو ليكويد، يعني لو انت حاطط الحته السخنه دي في ميه، خلاص كده عندك معلقه سخنه ومعلقه بارده،
معلقتين سخنين، واحدة حطتها في المية واحدة سبتها في الهواء تبرد، مين اللي هتبرد أكتر أسرع؟ هي نفس الحكاية بالظبط. يبقى أنت لو شغال على الليكويدز، الليكويدز بيحصل إيه؟ إن انتقال الحرارة بيبقى زايد أو نتيجة اختلاف خواص المائع نفسه. يبقى في الليكويدز بتكون انتقال الحرارة بالناتشرال كونفكشن كبير شوي. طب لو أنا تحولت بقى للفورسد كونفكشن، يعني الفري كونفكشن اهو اللي هو سيبته يبرد لوحده، او الفورسد كونفكشن ان انا ركبت له مروحه كده علشان يبرد بيه الحاجه السخنه اللي احنا عاوزينها، بتلاقي الخمسه من الاثنين ل 25 دي بقت 25 ل 250، وال 50 ل 1000 دي بقت رقم كبير جدا. وبالتالي يبقى انا لو عاوز اعمل هيت ديسيبيشن عالي من الاجسام، يفضل بالنسبه لي ان انا استخدم فورسد كونفكشن ما استخدمش ايه؟ فري كونفكشن. بس انا عندي مشكله ان انا لو استخدمت فرصه كونفكشن انا بحتاج اركب ايه؟ بحتاج اركب مروحه، وبالتالي بستهلك كميه تانية من الباور، كميه كهرباء عشان ابرد البروسيسور بتاع الكمبيوتر او ابرد اي ابلكيشن، وبالتالي يبقى القصه قصه ايه؟ قصه كومبرومايزيشن. يعني بتقارن اقتصاديا، هل ان انا لو انا عملتها ناتشرال كونفكشن او فري كونفكشن هتبرد وهتبقى كويسه، ولا اعمل ولا مش هتبرد وتبقى كويس وهيحصل فيلير؟ لو هيحصل فيلير يبقى اوتوماتيك روح فكر مباشره في الفورسد كونفكشن، لان انت ما قدامكش حل اخر. في برضه في حاجه تانية مهمه جدا اسمها الكونفكشن ويز فيز تشينج، سواء بويلنج او كوندنسيشن. شايف الرقم ده بقى قد ايه؟ الرقم ده بقى خرافي، بقى كميه الحراره، كميه الحراره اللي اتنقلت اكبر معدل انتقال حراره، معامل انتقال حراره بيحصل في حاله البويلنج او الكوندنسيشن، هو زي في الحاله الطاسه اللي بالشكل ده. والحاله الثانيه اللي هي في حاله الكوندنسيشن بالشكل ده. يبقى ده البويلنج والكوندنسيشن دول بيبقى اكبر معامل انتقال حراره، اعلى قيمه للاتش معامل انتقال حراره بالحمل بيحصل في الحالتين اللي هو البويلنج والكوندنسيشن. ان شاء الله البويلنج والكوندنسيشن انا مش هندرسهم الترم ده، ان شاء الله هتدرسوهم بالتفصيل في سنه ثالثه ميكانيكا ان شاء الله في هيت ترانسفير 2. خلاص كده احنا هندرس لكم، هندرس ان شاء الله الجزء ده والجزء ده برضو في الجزء بتاع الكونفكشن. خلاص كده، وده الحكايه اللي انا كنت بحكي لك عليها كده عشان الناس اللي جاعت. انا بس كنت عاوز احكي لك على كوبايه الشاي، لو سبتها تبرد ولا لو نفخت فيها، انت تبقى انت فاهم القصه ايه. خلاص كده، حد عنده مشكله يا شباب؟ لو سمحت يا دكتور، بس هو ازاي انتقال الحرارة بالغليان او بالتكثيف دي؟ طيب حاضر. الانتقال الحرارة بالغليان ده بيحصل ازاي؟ بص كده معايا، اول حاجة هنا هو الجسم السطحي اللي سخن ده اللي هو الهوت بليد ده، درجة حرارته بتكون عالية جدا، بتبقى عالية مثلا اعلى من درجة حرارة اسمها الساتوريشن بتاع الفلود اللي هنا ده. كلمة الساتوريشن يعني معناها، بص المية دي بتغلى عند درجة حرارة كام؟ تغلى عند درجة حرارة 100 عند الضغط الجوي، عشان بس نكون ايه نكون مركزين شوية. الضغط الجوي اللي احنا سايبينه كده ده، اللي هي الغلاية بالشكل ده وفتح ومفتوحة للهواء، الهواء الجوي اهو، يعني سطحها موجود عند الضغط الجوي. لو حطيتها على النار المية ده هتغلي، هتحط فيها ترمومتر هتلاقيها عند درجة حرارة 100. خلاص كده، اول ما بتدي لها شوية حرارة ازيد، تقعد تدي لها، قاعد تدي لها انت كمية حرارة، هي بدأت تغلي ولا لا؟ بدأت تغلي وبدأ يتحول جزء منها لبخار. خلاص كده، ايه اللي بيحصل بقى بالظبط؟ الجسم اول حاجة خالص بيبدأ يتكون هنا عند السطح اللي موجود هنا هو مجموعة من الفقاعات. خلاص كده، نتيجة الخشونة بتاعت السطح اللي موجود اللي تحت ده، هذه الفقاعات بتبدأ تقعد تتجمع مع بعضها وتتجمع وتطلع فوق هنا وتقوم مفرقعة فوق هنا، تفرقع على السطح هنا. دي بتعمل عملية تقليب كبير جدا في الهواء في الفلود ده، يعني الفلود ده تلاقيه قاعد بيبقلل كده، سموها بيبقلل. عملية الفيبر بابلز، الحركة بتاع الكلام ده كله، دي بتعمل ايه؟ بتعمل اولا تربلنس كبير جدا داخل الفلود، وبالتالي بتعمل تكسير للباوندر لير، وبالتالي بتزود كمية انتقال، معدل انتقال الحرارة بصورة كبيرة جدا. خلاص، هذا بالإضافة لإيه بقى؟ اعلى معدل انتقال حراره بيحصل عند ثبات درجه الحراره، ما هي درجه حرارتها ثابته وانت قاعد تدي كميه حراره، الحاجه الوحيده اللي بتحصل فيها ان هي بتتبخر، بس ان هي بتتحول من حاله لحاله ثانيه. خلاص كده، وبالتالي ده اكبر معدل انتقال الحراره بيكون في البويلنج. نفس الفينومينا بالظبط هي الكوندنسيشن، الكوندنسيشن نفس الحكايه بس هي عكس البويلنج. درجه حراره الفلويد اللي موجود داخل الانبوبه ده مثلا بتكون اقل من، عشان يحصل تكثيف، اقل من درجه حراره الايه؟
البخار اللي موجود هنا، يعني هنا عندك بخار، بخار مية، والفلويد اللي موجود هنا ده بيحصل له ايه؟ درجة حرارته قليلة، فيبدأ يحصل تكثيف لبخار المية اللي موجود هنا ده على الأنابيب بالشكل ده. في كورليشنز بقى، ازاي انا بحسب الاتش؟ هو ده اللي انا عاوز احكيه لك بالتفصيل شوية. الاتش دي بتتحسب ازاي ولا بتيجي منين اصلا؟ يعني هل انت هتديها لي ولا لا؟ لحد ماشي يا شباب معلش. لحد ما نخلص الجزء بتاع الكوندكشن والتو دايمنشن والانستيدي كل الكلام ده، حد قبل ما تسمع كلمه كونفكشن هتلاقي قمه الاتش دي احنا بنعتلك في المساله. خلاص كده الجزء الاخير بتاع المنهج اللي هو اخر اربع محاضرات، زي ما انا قلت كده في اخر اربع محاضرات، اخر اربع محاضرات دول احنا هنفكر وندور ازاي هاو تو استيميت ذا فاليو اوف اتش، ازاي نحسب قيمه اتش. قيمه الاتش دي بتعتمد على حاجات كتير جدا، احنا هندرس الجزئين اللي فوق دول بس، نتيجه الاكسترنال فلو او انترنال فلو، الحاجتين دول. انما حاله البويلنج والكوندنسيشن تعتمد على حاجات كتيره وبارامترز كتيره لسه سيادتك هتدرسها في ثالثه،